أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Truly, it is we who bring the dead to life, for the resurrection, and record, in the preserved tablet, what they have sent ahead, during their lives, of good or evil, that they may be requited for it, and their vestiges, what conduct was followed after them as good practice. And everything, kala shayin, is in the accusative, because of the verb that governs it, and is the following, we have numbered, we have recorded precisely, in a clear register, a clear book, namely, the preserved tablet. And strike for them as a similitude, mathalan is the first direct object, the inhabitants, ashaba is the second direct object, of the town, of Antioch, Antakya, when the messengers, namely, Jesus's disciples, came to it, ijaha al-mursaluna is an inclusive substitution for ashaba al-kariyati, the inhabitants of the town. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون And we have placed therein gardens, orchards, of date palms and vines, and we have caused a number of springs to gush forth therein, that they might eat of its fruits, read Thamarihi or Thumurihi, in other words, of the fruits of the mentioned date palms and otherwise, but it was not their hands that made it, namely, they did not cultivate the fruits. Will they not then give thanks for his favors to them, exalted be he? Glory be to him who created all the pears, the specimens, of what the earth produces, of seeds and other things, and of themselves, of males and females, and of what they do not know, of marvelous and strange creatures. And a sign for them of the tremendous power of God is the night, from which we separate the day and, behold, they find themselves in darkness, passing into the darkness of the night. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين And when it is said, that is, when, the poor ones from among the companions of the Prophet, say, to them, expend, on us, of what God has provided you, of wealth, those who disbelieve say to those who believe, in mockery of them, are we to feed those whom, if God willed, he would feed, as you are wont to believe? You, in saying this to us, together with this belief of yours, are only in manifest error. As an explicit declaration of their disbelief, this statement is very effective in the way that it has been expressed. And they say, when will this promise of resurrection be fulfilled if you are being truthful therein? God, exalted be He, says, they await but a single cry, namely, the cry of Israfil's first blast, that will seize them while they are disputing, read Yakasimuna, which is actually Yakdasimuna. Where the vowel of the ta has been moved to the ka and it, the ta, has been assimilated with the sad, in other words, while they are oblivious to it, busily engaged in disputes, concluding bargains, eating and drinking and so on, a variant reading has Yaksamuna similar, in pattern, to Yadribuna. In which case the meaning is, while they dispute with one another. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Then they will not be able to make any testament, that is, to make a bequest, nor will they return to their folk, from their markets and their businesses, rather they will die then and there. And the trumpet is blown, this is the horn, at the second blast for the resurrection, to take place, between the two blasts is an interval of 40 years, and lo! They, those interred, will be scrambling out of their graves, towards their Lord, emerging therefrom hurriedly. They, the disbelievers among them, will say, Oh, Yah is for calling attention, to something, woe to us. Wailana means halakana, oh, our destruction, and it is a verbal noun which has no, regular, verbal conjugation, who has raised us from our place of sleep, they say this, because they will have been asleep in the interval between the two blasts and will not have been punished, yet. This, that is, this, raising, is that which the Compassionate One had promised and, regarding which, the messengers had spoken the truth, they affirm, this truth, when such affirmation is no longer of any benefit to them, but it is also said that this is said to them. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون It is but a single cry, and, behold, they will all be arraigned before us. So today no soul shall be wronged in any way, and you shall not be requited, except, the requital of, what you used to do. Indeed, today the inhabitants of paradise are busy, read Fi Shuglin or Fi Shugulin, oblivious, to what the inhabitants of the fire are suffering, busy, delighting in pleasures such as deflowering virgins, not busy with anything wearisome, as there is no toil in paradise, rejoicing, blissful. Fakihuna is a second predicate of Inna, the first being Fi Shugulin, busy.
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. They have fruits therein and therein, they have whatever they call for, whatever they wish for. Peace. Salomon is a subject, the word, Kalan is its predicate, that is, peace, by way of a word, from a Lord, who is merciful, to them, in other words, he says to them, peace be on you. And, he says, stand apart, O you sinners, on this day, in other words, separate yourselves from the believers, said to them, upon their mingling with the latter. Did I not charge you, command you, O children of Adam, by the tongues of my messengers, that you should not worship Satan, that you should not obey him? Truly, he is a manifest enemy to you, one whose enmity is evident.